بحزن شديد ودع المصريين والعالم العربي الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر اللي فارقت الحياة في هدوء عن عمر ناهز 57 عاما. فنانة جميلة خلقا وخلقا رحلت في هدوء كما كانت تعيش في هدوء، وكل مواطنين الوطن العربي ومصر أكيد بينعوها بكل الحزن والأسى، وتحديدا بعد الخبر لما قريناه عن طريق أخوها الأستاذ شريف سيف النصر لما قال توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر. وأضاف تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها. في الحقيقة هي وصية قاسية جدا على كل متابعيها. احنا معانا على التليفون مباشرة الفنان، لكن بنحاول نجيب الفنان أحمد عبد العزيز، هيكون معانا بعد قليل. الفنانة شيرين سيف النصر يمكن آخر ظهور لها في الدراما كان عام 2007 مع الفنان أحمد بدير، وكان لها طبعا تاريخ معروف من الأعمال الدرامية والسينمائية، نفتكر منها مع الفنان عادل إمام أمير الظلام، وأيضا مسرحية بودي جارد، والمسلسل الشهير واللي كان علامة مضيئة في تاريخها الفني مين اللي ما يحبش فاطمة. وعشان كده احنا معانا الفنان أحمد عبد العزيز على التليفون. أستاذ أحمد أهلا بيك معانا يا فندم، والبقاء لله. الله يبقى حياتك، سبحان من له الدوام. يعني الفنانة رحلت في هدوء، والوصية كانت ربما قاسية على محبيها إن هي تدفن وتقام مراسم العزاء على المقابر. لو تكلمنا عن ذكريات الأستاذ أحمد عبد العزيز مع الفنانة شيرين سيف النصر، وتحديدا العلامة المضيئة في تاريخها الفني مسلسل مين اللي ما يحبش فاطمة. والله يعني شيرين كانت فنانة جميلة شكلا وموضوعا، جمعني بها أكثر من عمل منهم ومن الذي لا يحب فاطمة ومسلسل المال والبنون والجزء الثاني وفيلم كلهم في جهنم، كان من إخراج الراحل ياسين إسماعيل ياسين. وخلال يعني هذه الأعمال كان يجمعنا زمالة طيبة وعلاقة ود واحترام، ولذلك يعني أنا صدمت تماما عند سماع الخبر. ربنا يا رب يرحمها ويحسن إليها. يعني رحلت في هدوء وكانت شكلا وموضوعا زي ما حضرتك قلت كانت فنانة جميلة جدا، لكن هل كان في تواصل بين حضرتك وبين الراحلة خارج إطار الوسط الفني أو خارج إطار الأعمال الفنية؟ لا للأسف، يعني هي أعتقد كانت مبتعدة إلى حد كبير، ولذلك ما كانش في أي تواصل يعني. ولكن يعني أنا أحتفظ بذكريات جميلة خلال هذه الأعمال، وخصوصا خلال فاطمة. يعني كان في أكتر من حاجة في رحلة فيينا مثلا، وكان الوقت ضيق وعندنا جدول تصوير كبير، وكان لازم نشتغل يعني حوالي 20 ساعة في اليوم. كنا بناخد شنط الملابس بتاعتنا ونمشي لغاية ما المخرج يعني الأستاذ أحمد صقري يلاقي أي مكان مناسب أو هو عايزه للتصوير فنصور فيه، نقف وندور على أي مكان نغير فيه لبسنا وكده ونصور في هذا المكان، وبعدين نتحرك لمكان آخر وهكذا. ولكن برغم يعني قسوة العمل في هذه الظروف إلا أنه كان في جو من المتعة والاستمتاع بالأماكن اللي موجودة، الأماكن الجميلة في فيينا، واستمتاع بالعمل نفسه.
فكانت رحلة جميلة يعني، وفي يعني فيها ذكريات لطيفة جدا. أهلا، بشكرك جدا أستاذ أحمد عبد العزيز، وبندعو للفنانة الراحلة شيرين سيف النصر مرة تانية بالرحمة، وإن ربنا يسكنها فسيح جناته.